ولكن كنشكر الجريدة ديالكم على هاد الدعوة الكريمة اللي طبعا كتندرج في إطار خلق تواصل ما بين المخلفين من الشعب المحلي وبين الساكنة. الدكتور علي بن عبد الرزاق هو طبيب مختص بالإنعاش والتخدير، مواليد 1955 و 26/4/1955، بعد حاصل الدكتوراه في الطب وحاصل دبلوم التخصص، طبيب القطاع العام، أول طبيب مختص في الإنعاش تحكم مدينة أسفي، تعين مدينة أسفي باش واحد الخامس في أواخر الثمانينات، رئيس قسم الإنعاش والتخدير سابقا ومجتمع واحد الخامس، حاليا طبيب مختص في الإنعاش في القطاع الحر. ذلك هو من المؤسسين، الدكتور علي بن عبد الرزاق من المؤسسين جمعيات مساعدة مرضى القصور الكلوي بأسفي، وكذلك أول رئيس لجمعية جمعيات الأطباء القطاع العام بأسفي، مؤسس ورئيس، رئيس جمعية الخيرية الإسلامية بأسفي، عضو مجموعة ديال الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، رئيس مؤسس لجمعية مساعدة مرضى السكري بأسفي، كذلك عضو حزب الاستقلال، رئيس عضو مجلس المدينة الحضاري سابقا بدها في 97 حتى 2003، عضو مجلس كذلك الحضاري لجمع الجامعات الثلاثة للمجلس الحضاري لأسفي في 2003 2009 و 2009 حتى 2013، كذلك نائب برلماني 2002 2007، دائما ممثل اسفي في الاستقلال، عضو مجلس الوطني منذ 97 لحزب الاستقلال، الى غير ذلك المهام اللي كنشتغل فيها. عضو مجلس جهه مراكش اسفي 97 2003، رئيس من هذيك المحطة المرحلة ديال 2000 لما تأسست الجهة، أول جهة تأسست بيان سور تأسست الجهة في 97، كنت رئيس ديال الجهة ديال الصحة والمسائل الصحية بجهة مراكش بجهة بكرة عبدة في 2000 من 1997 حتى 2003، ثم عضو في جهة بكرة عبدة من 2009 حتى 2015، حاليا نائب ثاني لرئيس مجلس جهة مراكش الأسفي مقيم قطاع الصحة. هذه إجابة وبشكل مختلف. سي بن عبد الرزاق تمثلون نائب ثاني بالنسبة لرئيس جهة مراكش الأسفي، والمهم عندنا هو المسؤول عن قطاع الصحة بمجلس الجهة، مجلس الجهة ديال مراكش الأسفي. شكلي نقولوا القيمة المضافة الذي أعطاها الدكتور علي بن عبد الرزاق القطاع الصحي بصفته المسؤول الاول عن القطاع داخل مجلس الجهه بالنسبه للاسفي ديما كنهضروا على الاسفي. طبعا في 2015 لما تم انتخابنا كاعضاء لمجلس جهه مراكش الاسفيه حسب القانون الجديد 2011/14 قانون الجهات، طبعا بالمنظور الجديد والتوجه الجديد، اثناء توزيع المهام ديال الرئيس فيما يخص مجموعة ديال القطاعات، يعني عينت رئيس عضو نائب رئيس في قطاع الصحة بالجهة. طبعا هذا التكليف اللي تكلفت به، طبعا
طبعا ما خلانيش نقتصر على القطاع الصحه، بل خلاني دخلت في واحد المجموعه ديال الامور اللي كتهم الجهه وكتهم اللي كتحسب فيه. وممكن في البدايه قبل ما نطرقوا للموضوع ديال الصحه لابد من الاشاره لهذه المساله هذه، وانه في اول لقاء اللي كنا، وانا كنتذكر اول لقاء اللي التواصل اللي كان وقع ما بين المكتب المسير ديال جهه مراكش اسفي والوالي السابق ديال الوالي ديال الجهه اللي كنا الوالي الجهه، في اطار النقاش العام حول كيفيه ديال العمل ديالنا في 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 التصور الجديد للجهه، طرحت مساله مهمه اللي هي مساله ديال ان البارح كنا بين جهه الوكالة عندها كنا جوج ديال الأقطاب اللي هي عندها نفس الميزات ونفس المؤهلات، كان هناك واحد النوع من المنافسة أكثر ما هو كان تكامل. اليوم لما انضمت المشرع ولما تم الاتفاق باش تنضم أسفي لمراكش، هذا القرار هذا لم يتخذ عبثا، بل كان عنده واحد الأهمية ديالو كبيرة، واللي هي داخلة في إطار السياسة في إطار الجهوية الموسعة والمفهوم ديالها الجديد هو التكامل. طبعا ملي كنقولو التكامل، أنه قبل كان جهة دكان عبدة كي قلنا، وكان جهة مراكش تنسيف الحوت. هاد الأقاليم اللي هي كانت ديال مراكش تنسيف الحوت كان عندنا واحد الطرف صغير اللي كان ديال الصويرة اللي كان كيطلع للمحيط الكلاسيك. اليوم لا، جهة عندها واحد المنفذ الأساسي هو الساحل الأطلسي اللي طول ديالو 300 كيلومتر تقريبا، كيلو واحد 10% من طول ديال الساحل ديال المغرب كامل، اللي هو واحد 3100 ولا 3200 كيلومتر، عندنا 310 كيلومتر. إذا أول إشكال طرحته هو من لهم اليوم الله يخليكم ما تكلموش على مراكش بحدها وما تكلموش على الداخل، راه عندكم واحد الواجهه اللي هي بحيها. وبالتالي تما جات انطلقت الفكره ديال التفكير في جعل هذا الساحل هذا يكون واحد الساحل اللي هو يعني اساسي في التنميه. غتستافد منه طبعا في البدايه الاقليم الاسفي، ولكن الجهه ككل بحكم بان اولا الساحل 300 كيلومتر مؤهلات كبيرة سياحية طبيعية تاريخية ولا غير ذلك. أضيف إلى ذلك المشروع ديال الميناء الجديد، واللي اليوم كنطرحو طبعا ماشي غير يكون ميناء يكتفي بالمحطة الحرارية أو بالمكتب الشريف الصغر، بل يكون عنده واحد الميناء عنده طابع تجاري، وطبعا الطابع التجاري يتم استيراد يعني التصدير واستيراد عبر هذا الميناء هذا وخلق واحد الدينامية واحد. طبعا هذا أول حاجة طرحناها واللي طبعا خدمنا فيها ودرنا يوم دراسي ودرنا لقاءات، وتم اتفاق على واحد الاتفاق وتم توقعات واحد اتفاقية شراكة ما بين جهة مراكش أسفي، أول اتفاقية للتذكير والتاريخ ما بين جهة مراكش أسفي وبين وزارة التعمير وإعادة التراب، واللي بموجبها غادي يتم تهيئة دراسة لتهيئة الساحل. هذا مكسب كبير، ما عمر شي حد ذكر على الساحل الأطلسي. الناس كدوز قدام الساحل الأطلسي الخيرات ديالو وما كانش تم التفكير ديالو في هذا. اذا اليوم طبعا اول حاجه اليوم توقع الاتفاقيه هذه تقريبا اكثر من سنتين، الجهه غتساهم فيها والوزاره غتساهم فيها. كنا كنتسناو يعني تم واحد ماشي تعطلناش ولكن طريتنا شويه، لانه كان هذه الاتفاقيه ما كانش نفصلوها على المخطط الجهوي للتعمير صديق لو شيما ريجيونال داميناجمون ديال الوسخات. يعني بعد ما تهيئت المشروع الدراسة ديال المخطط الجهوي لإعادة التراب، وكان هيئنا ديجا كنا هيئنا المشروع التهيئة ديال دراسة التهيئة الصحي. اليوم الدراسة راه يعني الدراسة راه عرض طلب عروض راه تصدرات، درنا رابيل دوفر حنا في صدد تفعيل يعني تفعيل هاد الاتفاقية وذلك الدراسة ديال التهيئة الساحل. لما توجد التهيئة الساحل غنتفقوا على كيفاش غادي نقوموا
إخراج هذا الساحل للوجود لما له من مؤهلات، يعني الحفاظ على يعني الموروث الثقافي البيئي السياحي إلى غير ذلك. هذا جانب أساسي نذكره. ثم من الأمور اللي كنا ذكرنا فيها قبل هو تهيئة ديال جرف أموني. كلشي كان كيتذكر جرف أموني، جرف أموني كان في عصادي 2004 قد تحبسات علاش؟ لأنه المقاربة اللي كانت هي ماشي مقاربة يعني حقيقية للواقع، بل كانت أكثر منها أنه ترميم وإصلاح شاطو قصر البحر، في حين أنه الأمن ديال المدينة كله كان مرتبط بهذا الجرف هذا. قمنا بتحيين ديك اليوم الدراسي، وجدنا واحد الوثيقة ديال تحيين الدراسة، لأن الدراسة 2004 دابا طبعا كان وجدنا السي بي إس، كانت الجهه غتكلف به يعني طوعت وزاره التجهيز ونقل التجهيز باش هي تحيي الدراسه. فعلا الدراسه اليوم راه غتكون موجوده، بعد ما تكون موجوده غادي نشرعوا ان شاء الله في 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 في, 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 في تمويل جميع المجموعه ديال المتدخلين اللي حل هذه الاشكاليه ديال الجرف الاموني. طبعا عندنا شراكه مع البرتغال، مع البرتغال حتى غادي نجيبو حتى هما باش يساهموا معنا في هذوك هادو من الامور. اضيف الى ذلك واحد المجموعه ديال الامور اللي كتعلق بالمدينه، بما فيها الجانب السياحي الجانب البيئي الى غير ذلك. دونك هذا غير بشكل مختصر، ممكن شي وقيته ان شاء الله نطرقوا لهاد المواضيع زعما بواحد بشكل موسع ونعطيو التوضيح. دونك هذا الاشاره ضروري كان الإشارة على أنه العمل هنا لن يقدم يكون مقتصرا على الجانب الصحي، كان مركزا على الجانب الصحي، ولكن كان هناك أمور تهم بمدينة عسافي. وكل ذلك كاين مشروع ديال الطريق باش ما ننساش ديال 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 المدرسة الفندقية اللي حلت الأمور ديالها، واللي كان اتفاقية شراكة ما بين جهة مراكش عسافي وما بين جهة نورباد كالي سابقا كتحسب اليوم حتى هما جمعوا الجهات ديالو ولا جهة اوت فرونس، اللي من بعد ما خدينا حنا زينا الامور في جهة مراكش الاسفي تكلفنا وخرجنا يعني حلينا المدرسة. المدرسة اليوم الحمد لله راها فاتحة الابواب ديالها، وغادي تكون زيارة ديال وفد ان شاء الله في المستقبل ديال اوت فرونس، لا ريجيون اوت فرونس، باش نشوفوا شنو هي سبل ديال التعاون ما بين هذه المدرسة وما بين الجهة ديالنا والجهة ديال اوت فرونس. طريق السيارة اللي كان مقترح ما بين المال واسفي عن طريق عبر القلعة، هذاك المشروع حتى هو راه هو تقريبا موجود. كان الاشكال ديالنا انه يبداو من بين الله حتى يوصلوا القلعه اللي يجيو، حنا اليوم كنطالبوا باش يكون اسفي من اسفي حتى هي، باش يكون باش في نفس الوقت يكون اشتغال على هذا المحور الطرقي اللي هو اساسي للانفتاح ديال الجهه ديالنا على جهه بني الله تبدا ازيلال تبني الله الى غير ذلك، بالاضافه الى الطريق الساحلي اللي طبعا حتى هو يعني في الافق ديال الاشتغال ديالنا ان شاء الله، باش نفكوا العزله على مدينه عسفي. وعندي عسفي هي ما محتاجه لمراكش باش تزيد القدام، الحمد لله فيه مؤهلات، غير كيخص ديك المؤهلات خص النوايا الجميع اللي يتعبع زعما يتم تكتل الجهود والجهود باش نزيدوا مدينة عسفي قريب من مدينة عسفي القدام. دونك هذا جانب لابد من الإشارة إليه. أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، طبعا باش نمشي معاك إضافة إلى المشاريع، بالإضافة إلى هذه المشاريع اللي كتهم التنمية بصفة عامة، اليوم في الموضوع الذي لا يقل أهمية هو الموضوع ديال القطاع الصحي اللي كنعرفوه بالنسبة لعسفي كشكل موديل. مظاهره من ناحيه نقص الموارد البشريه، نقص التجهيزات والاريات، هذه ماشي بشهاده ديال الناس المرتفقين، هذه بشهاده حتى ديال الناس المسؤولين والممارسين العاملين بالحقيقه، من المسؤولين اللي هما في الراعي الاول حتى الابسط موظف في القطاع ديال الصحي بأسفي. مؤخرا انتم كجهه كمجلس ديال الجهه قمتم بتوزيع واحد المجموعه من الاريات على صعيد الجهه، استفدت منها الصويره والسرامنه، ما طبيعة الآريات والأجهزة اللي استفدت منها؟ طبعا هذه
قبل ما نعطيك التفاصيل حول هذا الموضوع، ضروري كاين واحد هادشي ما جاش حتى راه كاين واحد المسلسل الوخ غادي طبعا حنا الوقت اللي تحملنا المسؤوليه كيفكم وخدينا المهام ديال الصحه. طبعا ما نحتاجش نذكر بالقانون المنظم للجهات 111 اللي كيحدد شنو هما مجالات تدخل ديال الجهه، اختصاصات الجهه. الجهات كيف كاين ثلاثه، كاين هي ذاتيه وكاين كاين مشتركه وكاين منقوله. ما نذكرش مشتركه منقوله، ما هي ذاتيه، بنيه اقتصاديه، بنيه اجتماعيه، غير ذلك، طرق، مسالك، واحد المجموعه ديال مشتركه اللي كديرها الجهه مع 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 مؤسسه ديال الدوله الى غير ذلك. وعاد في المنقوله، وبالمنقوله هي الصحه والتعليم كيف كنعرفوا، الثقافه الى غير ذلك. دروك هذه الاختصاصات هي منقوله طبعا، لا زالت من الاختصاصات ديال الوزاره، وغادي يتم نقلها، ولكن طبعا النقل ديالها غادي يكون بحسب التدرج وعلى حسب التاهيل، لان قطاع من هذا القطاع اللي اساسي ما يمكنش تلوح الدوله بواحد الطريقه. اذا بشكل عام الوحده لما تحملنا المسؤوليه ايمانا منا بان الصحه هو حق دستوري، ايمانا منا بانه يعني قطاع الصحه هي اساسي بالنسبه للحمية، ما يمكنش واحد الانسان يعطي الا ما كانش يتمتعوا بصحه جيده. واحد الانسان اللي هو يعني واخا يكون عنده اعلى ديبلوم في العالم ولا ما عنده صحه جيده ما يمكنش يعطي، في حين ان واحد يعني مستواه يكون متوسط ولا يمتلك صحه جيده ممكن انه يعطي اكثر من ذاك اللي هو عنده ديبلوم وماشي بصحه جيده. اذا دور ديال الصحه والتعليم هو ادوار اللي هي اساسيه للحميه. اذا ايمانا منا بهذا المنطلق، وايمانا منا بانه وعلما منا بانه قطاع الصحه يعرف عده مشاكل كبيره، واللي مشاكل ماشي هي حادثه اليوم، بل هي مجموعه ديال التراكمات، والتاريخ يشهد على ذلك. اثناء ديال سنوات التقويم الهيكلي، الوقت اللي كانت الصحه من بين القطاعات تعلم القطاعات الغير منتجه، وبانها تم الاهمال ديالها. اليوم فجينا الدوله بغات تحاول تنقل الموقف، لقات بانه كاين واحد التراكمات كاين الى غير ذلك. اذا حنا صحه المواطن كتهمنا، يعني حنا مسؤولين عليها. قمنا بواحد عمليه ديال التواصل، يمكنش توجد تحت واحد استراتيجيه الا ما عندكش تصور اولي. التصور الاولي حنا كنا لخصناه في التصور الاولي كنا لخصناه في واحد اللقاءات، مجموعه ديال اللقاءات، لقاءات تشعوريه. مشينا للاقاليم ديال الجهه، جميع اقاليم ديال الجهه. الوغ اقاليم الجهه شكون اللي مشينا حنا، لان ضروري خصنا نعطيكم اسباب ديال كيفاش توصلنا لهذه. ما يمكنش نجي اليوم ونقول لك راه حنا جبنا اليات عبثا. اذا خصنا اولا باش غادي يمكن يعني نخصو واحد الميزانيه ونساهم، يعني حتى تساهم الجهه ديال الجهه مساهمه في الصحه عن طريق صندوق الاف دي ار، الفون دو ديفلوبمون رورال، صندوق التنميه القرويه بواحد النسبه ديال 40% الثلاثيه الاجتماعيه التعليميه الى غير ذلك، على هيئه الصحه وبعض المراكز. ولكن هذاك الشيء ما كافيش بالنسبه لنا، اذا كنخصنا نطالعوا ونقنعوا الناس ديالنا على انه ضروري خاص تخصص واحد الميزانيه، وضروري بان الجهه رغم بانها ماشي من الاختصاصات الذاتيه ديالها اننا خاصنا نفرضوا قطاع الصحه. اذا قمنا بواحد العمليه ديال التشخيص، الطبيب طبعا قبل ما يعطي الدواء كيدير واحد التشخيص وكيحط واحد الدياغنوستيك، وديك الدياغنوستيك راه كيعرف يدير العلاج. اذا حنا جمعنا شدينا الشركاء ديالنا الاساسيين اللي هما شكون هما، هو مدير جهوي الصحه وهو المركز الشفائي الجامعي. درنا جميع الاقاليم، جلسنا مع السادة العمال، السادة المنتخبون، كلهم قروية، حضرية، إقليمية إلى غير ذلك. صمتنا، استمعنا، عطاونا الواقع ديال الصحة، يعني ماشي شي واحد، ماشي راه مكتوب، ولكن ما بغيناش مكتوب، بغينا الواقع، لأن أنا مثلا كمنتخب ومدير الساكنة خصني نتواصل مع الناس. طبعا ممثل إقليمي أسفي، ولكن عندي الطبع الجهوي، خصني نتصارع ونشوف جميع الأقاليم. إذا مشينا للأقاليم هذا، تصنتنا، جمعنا، شخصنا واحد الوضعية، نعطيكم بعجالة شنو التصويت اللي وصلنا له، وعلى إذا التشخيص حتبنا حلول اليوم. طبعا ملي كتلقى أنا كجهة، واحد كمؤسسة يعني كوزارة، والآخر كمركز الشرعي، خصنا نأسسوا العلاقة ما بيناتنا، باش كل واحد يعرف حدود ديال التدخل ديالو. إذا
وقعنا واحد اتفاقيه شراكه، اتفاقيه اطار ما بين حنا كجهه وما بين هما ك ك ك ك كفاعلين في قطاع الصحه. درنا اتفاقيه الاطار، حطينا فيها كل واحد شنو خصو يدير، وشخصنا الوضعيه، وكذلك حتى اتفاقيه الاطار درنا لقينا عندنا ما بين جهه وما بين كليه الطب والصيدله، لان يعني جرينا دخلنا جميع الناس اللي كيدخلوا في قطاع الصحه. اذا بعد ما حطينا هذه الاتفاقيه جبنا شخص الوضعيه، حطينا شنو هما اهم النقاط اللي حطيناها. هنا غادي نعطيكم التشخيص بالعجاله. كاين مجموعه ديال النقاط اللي مشتركه ما بين جميع اقاليم الجهه، لان كتعرف دابا الجهه يعني المساحه ديالها كتعرف واحد اكثر من 31000 كيلومتر، واحد الساكنه اللي متناهزه بعد مليون ساكنه، تتميز بواحد المجموعه ديال التضاريس اللي هي صعيبه، مثلا الجبل صعب الوجود، كاين مناطق بعيده نائيه، كاين مشاكل القطاع الصحي يعرف عده مشاكل. ها نقاش فيها، ما يمكنش شي واحد يجي يقول لك راه قطاع الصحه بخير، ولكن كاين مجهودات طبعا، مجهودات ديال العاملين بها سواء الاطر الصحيه، الشبه الطبيه، الشبه الاداريه، كيقوم واحد المجهودات كبيره، ولكن في غياب امكانيات، في غياب موارد، طبعا كيبقى ذلك التدخل يعني ما وصلش ل 100%، هذا واقع ما يمكنش نغطيو. اذا بين الامور اللي لقينا مشكله ديال العنصر البشري، ندرت الموارد البشريه، وهذا شيء كبير كبير، وزعما شيء زعما يعني مشكل كبير، واللي ضروري خص الانسان من الحلول اللي خصنا نخدموا فيها، لانه ما يمكنش سهله باش نبنيو وسهله باش نجهزو، ولكن صعيب باش نخدمو الا ما عندناش عنصر بشري. دونك هذا الجانب الاساسي والنقطه الاولى الاساسيه. ثانيا لقينا ان هناك يعني خاص يعني مشاكل فيما يخص البنيه التحتيه، فيما يخص كاينين المراكز الصحيه والمستوصفات والمستشفيات اللي في المستوى الرفيع، ولكن كاين خصوصا في العالم القروي كاين بنيه تحتيه اللي هي كاين بعض المراكز الصحيه اللي خصها ترميم، خصها اصلاح، كاين اللي خصها توسيع، كاين المستشفيات اللي الطاقه ديال الايوائي ديالها محدوده خصها توسع الى غير ذلك. دونك هذا الجانب كذلك كاين معدات، كاين اطباء كنلقى اطباء اختصاصيين ولكن ما عندهمش باش يخدموا، وهذا يشكل يعني واحد عائق بالنسبه للتجويد ديال الخدمات الصحيه. كاين مشكل اخر لقينا من بين المشاكل وهو اسطول ديال الدخل للمرضى، حيث انه كاين سياره الاسعاف ليس لها من الاسعاف الى الاسم. وانا كتشوف مثلا نتحدى اي واحد اليوم في الظروف الراهنه حديثا السير الواقعه، كيمشي سياره شنو يمكن يدير فيها، شنو الاسعاف اللي كتقدم، وكتعطي واحد النظره سلبيه على علينا حنا كاملين في هذا. دونك هذا مشكله ديال الاسطول ديال النقل ديال هذا. كاين النقطه الاخرى هي مشكله ديال الساعات العقاريه، ريكاب دي سكوربيون، داكشي ديال اليوم ما نقدرش نقبلوا انه اطفال وعيون هذه تمشي ضحيه ديال هذه المساعات. كاين مشكل ديال داء الكلب، وتحكم كيهضر على لاج ناهيك على لا يعني كاين مشكله. مثلا نعطيك اشكال، كاين شي واحد مثلا كيتعرض واحد اصابه من طرف واحد الكلب، كيمشي لا سميتو البيماش يعني المركز الصحي، المركز سميتو المكتب حفظ الصحه اللي هو تابع للجامعه، ما كيلقاش غير تحت هذاك السيروم الانتغابي، ما كيلقاهش هو. حنا كنعرفوا شنو هو المضاعفات ديال هذا الرج، وكاين امكانيات اللي ممكن ان نتجاوزها وممكن نحلوا الاشكاليه ديال هذا. كاين لقينا كذلك مشكله ديال الرماد. كاين الناس اللي كيعانيو في التعامل ديالهم، اللي كيمشي واحد الانسان كيمشي مثلا عنده مصاب بواحد المرض مزمن او بواحد السرطان ولا غير ذلك مجموعه ديال الامراض، اللي كيمشي وكيلقى ملي كيمشي كيلقى اشكاليه بالنسبه للعلاج ديالهم تاع الرابط. هادو مشاكل نعطيكم بعجاله مشاكل شنو هي المشاكل اللي لقينا. كذلك مشكله ديال تكوين وتكوين مستمر، كنلقاو مثلا واحد الممرض ولا واحد القابله ولا واحد الطبيب في واحد المنطقه، ومن ثم يعني ما نبقاش دار التكوين، وهذا كيشكل واحد عائق كذلك فيما يخص تجديد الخدمات. لقينا مشكل في المواعيد والتواصل ما بين خصوصا ما بين المستشفيات الاقليميه وبين المركز الشفائي الجامعي. لقينا مشكله كذلك ديال بعض واحد المجموعه ديال العمليات الجراحيه، وخصوصا في النساء، وحنا الحمد لله في اسيا ما عندناش هذه الاشكاليه، ولكن
شي شهوه في واحد المجموعه ديال هذا كيتشد المريض واحد السيده غتولد نظرا لاما نقص الامكانيات واما عدم توفر المستشفى على الاختصاص الجراحي ديال النساء والتوليد كيترسل لمراكش المركز الجامعي الى غير ذلك من المشاكل التجهيزات الى اخره الى اخره الى اخره. اذا كذلك مراكز ديال التصفيات المعاناه ديالهم وانا غادي نرجع لكم باش نقول حنا كجهه. اذا هاد الامور كلها هاد المشاكل كلها حطيناها في واحد المجموعه ديال الحلول واللي دمجناها في اطار ديال يعني اتفاقيه شراكات موضوعاتيه كوبيل دي كونفونسيون سبيسيفيك. اذا من جاء اثناء التهيئ ديال المخطط مخطط الجهوي للتنميه يعني البي دي اف سيدي البلان ديال مؤسسه البي دي اف اثناء التهيئ ديالو ارتئينا اننا نحطوا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي هي مهيكله وتساهم بواحد الشكل كبير في حل اشكاليه الصحه حطيناها في المخطط الجهوي للتنميه. وكل الحلول بالنسبه للنقل ديال المرضى والتكفل المرضى جبنا السامي هو مستعجلات متنقله يعني لي سيرفيس ديال ميديكال اورجونت اللي هي عباره عن سياره اسعاف مجهزه وتحتوي مجهزه فيها طبيب مختص في الانعاش في المستعجلات طبيب مختص في ممرض مختص في المستعجلات الى غير ذلك. هذا المشروع هذا مشروع مهيكل حطيناه في المخطط وحنا بصدد التنفيذ ديالو وصلنا لواحد المجموعه ديال المراحل واحد المراحل جد متقدمه وكنقولوا بانه ان شاء الله في اواخر ديال 2018 ولا في 2000 ولا ديال 2019 نخرجوه للوجود. يعني شنو هو هذا الصليب بالعجله؟ العجله هو عباره عن وحدات دي باز غادي يكونوا في جميع المناطق ديال الجهه على حسب المساحه ممكن تكونوا جوج ديال المراكز. غير الكلينيك في تابع الوزاره. لا هادو حاجه اخرى هادي غادي يكون انا نعطيكم التفاصيل ديالها هادو هذيك هي الطب عن بعد هادو جوج مشاريع مهيكله ربما نخليهم نعطيهم لكم بعجاله لان مهمين اساسيين. اذا هذا السامي شنو هو؟ هو واحد القاعده اللي كتكون في الاقاليم نديرو على حسب الاقاليم الاقاليم محلات اسفي يكون فيها ثلاثه ديال القواعد مراكش فيها ثلاثة بعض المناطق اللي هي واسعة يعني المساحة ديالها كبيرة يمكن ندير فيها ثلاثة إلى أربعة. هاد القاعدة شنو فيها؟ قاعدة هي بناية فيها سيارة إسعاف مجهزة وفيها طاقم طبي مؤهل وشبه طبي مؤهل وتقني مؤهل بمعنى أنها غادي تكون عندها ارتباط واحد المركز ديال القيادة اللي هو في الشفاء الجامعي. المواطن كياخذ واحد الرقم اللي هو 141 اللي هو أخضر كي في المكان اي بلاصه كان في اي وقت كان كيتصل بهذا الرقم في مركز القياده كيتصل بالقاعده اللي كاينه في الاقليم كيعطيها الامر باش تمشي تنتقل كتشوف في عين المكان. كان خصو تدخل في عين المكان كيتم تدخل لانه شنو هو هذا يعني سياره اسعاف مجهزه بالنسبه لجميع الامراض ولا غير جميع الاصابات المستعجله يعني كنقولوا حاله مستعجله تقدر حاله مستعجله تقدر حديث السير تكون عضاتو عقرب عضو كل جاتو ازمه قلبيه جات وقع له نزيف في شي بلاصه في الدماغ ديالو كيمشي الثقه في اي مكان بتواصل مع المركز الشفائي مع القياده في المستشفى الجامعي كاين اسعافات اللي تخاف في اي مكان حادثه سير وقعات كتمشي السياره كان خلع له نزيف كيحبسوا النزيف كان خصو واحد الحاله في الاسعاف كيوصل المريض في واحد الحاله يعني جد مريحه بالنسبه له. الوغ اش كيوقع؟ داك المريض ما كيمشيش كيتحط في داك المسار كيتنسيق الا كانت حاله كتطلب تدخل محلي كيمشي محلي كان تدخل على صعيد المركز الشفائي الجامعي كيهيئوا له البلاصه باش كيمشي المريض دايما. هذا العمليه شكون اللي كيقوم بها؟ حنا طبعا غتقول لي العنصر البشري ملي غادي يجي هذا العنصر البشري حنا مكلفين جميع حنا كاين واحد القانون اللي كيحدد التدخل ديال الكل هذا كاين لجنه القياده فيها الجهه وفيها الناس المتدخلين وكاين لجنه تقنيه اللي كتسهر على السيرور ديال العمل. المهم ممكن تجي شي ان شاء الله نوجدوا مشروع يكون غادي نهي نحطو ممكن نعطيكم التفاصيل ديالو انا غير بعجاله. على كل حال غتحل الاشكاليه ديال اولا ديال التكفل بحوادث السير التكفل بالحالات هذا غادي يكون غادي تكون واحد لابيل دوفر لا سو تريتونس دابا كاين بحال اللي كاين في فرنسا وفي اسبانيا والى غير ذلك
كيكونوا ناس مختصين بحال العمليه ديال الانقاذ، عندهم الطاقم الطبي ديالهم، كنديروا طلبات عروض، كياخذ كتنزل عليه الصفقه، كاين واحد يفطر تحملات اللي كيحتارمو، وكيكون قوم هو كيجيب، هو اللي كيتكلف العنصر البشري، هو اللي كيتكلف الاليات، حنا لا كجهه ولا كمراكز ولا كناس كشركاء ما كندخل حتى شي حاجه. الشركاء ديالنا شكون هما؟ طبعا بحال الجهه غتساهم، وزاره الصحه غتساهم، مجالس اقليميه، مجالس حضاريه اللي عندها الامكانيات، بعض المؤسسات العموميه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الى غير ذلك. اذا هذه غتحل الاشكاليه ديال التكفل بالحبل، ونتهناو دوك السيارات اللي هي عباره عن كراتس. دوك السيارات غادي يبقاو الحالات اللي هي عاديه، اما الحالات المستعصيه اللي كتصور معايا اليوم في الظروف الراهنه، كيفاش واحد في حاله حديث السير مصاب بالنزيف اش كيديروا له؟ كيشدو كيهزو، ما كيوصل لك يوصل الغالب الحياه مع كامل الاسف هذا. اذا هذا كاين كذلك الطب عن بعد. الطب عن بعد هي تيلي ميديسين، الطب عن بعد هي تقنيه جديده كيكون فيها التواصل. انا جاي لك هذاك الشيء اللي كنت بغيت نسولك عليه انت. انا جاي لك بحال الوقت هذاك. الطب عن بعد هي واحد تقنيه جديده كتم عن طريق التواصل، عن طريق التواصل هذا باغ انترنت، عن الانترنت. كيكون كاين مركز القياده ديال مركز الشفاء الجامعي، كيكونوا مراكز على صعيد جميع الاقاليم. شنو كيكون فيها؟ كيمكن يكونوا استشارات عن بعد. مثلا واحد المريض، نعطيك مثال، مريض فتح مركز الشفاء الجامعي، عطى الطبيب ديالو غادي يجي عنده من هنا واحد الشهر، عوض غادي يتنقل المريض، يتم التواصل معاه. كاين حالات مستعصيه اللي كتكون التواصل، غيكون التواصل المريض ولا بالطبيب ديال هذاك المريض؟ لا، كيمشي للمريض، كيمشي للمركز، يعني كنحطوا هاد الاليه ديالنا، دوزنا اتفاقيه شراكه، الجهه هي اللي مولاها، اتفاقيه شراكه دوزنا هاد الجهه، دابا اليوم هي اللي غتشد لك المعدات، غتشارك، خرجنا اتفاقيه صادقين عليها، صادقين عليها، وهذا الدوره ديال اليوم صادقين عليها، ودابا بصدد التنفيذ ديالها، غادي يولي حنا غادي نقتنيو بالاليات، غادي نحطوها في جميع المراكز في جميع الاقاليم ديال الجهه. كاينه واحد البرنامج ديال العمل كالندري ما بين الاقاليم وبين المركز اللي هو مركز الشفاء الجامعي. كيجي المريض كيدخل لواحد القاعه فيها الكاميرا، فيها وسائل التواصل، كيدخل كيكون معاه الطبيب طبعا، وكيتواصل مع الطبيب ديالو اللي فتح ليه، كي بقيتي كي كذا شنو خاصه، كيمكن يعطيه وصفه ديال هذه ديال هذه، غير ذلك ذاك المريض ما كيكونش مضطر انه يمشي. كاين حالات مستعصيه كيمكن الاطباء كيتشاور بها، اليوم الطب عن بعد ولا شي حاجه جاري منها الى غير ذلك، غتحل واحد الاشكاليه. كذلك التكوين المستمر، يمكن نجمعوا مجموعه ديال الاطر الطبيه ولا شي طبيه في واحد المكان بالتواصل مع خليه ديال التكوين، ويتم التكوين الى غير ذلك. فيما يخص حتى في هذا الصامل، واحد الحاله هزيتيها من واحد البلاصه فيها حاله مستعصيه، كيمكن تدخل التواصل مع المركز الشفائي ويعطيك اشنو هو اللي غادي يدير الى غير ذلك. اذا هذا الطب عن بعد. اليوم هذا الطب عن بعد اتفاقيه شراكه توقعات، صادق عليها، الفلوس ديالها مخصصه لها، حنا بصدد التنفيذ ديالها ان شاء الله كنقولوا حتى هي اواخر 2018 2019 ان شاء الله نشرعوا في العمل ديالها. هذه اشكال كبير غادي يحل هذا. مسألة اخرى هي ديال كذلك بالاشاره حمله طب العيون، اتفاقيه شراكه وقعناها، وحنا في اقتناء حسب اقتناء الاليه ديالها، غادي تكلف المركز الشفائي الجامعي مصلحة ديال طب العيون بالقيام بحملات على صعيد جميع الاقاليم ديال الجهه، وخصوصا المناطق اللي هي يعني كتعرف واحد الخصاص وفيها مناطق اللي فيها ساكنه هشه، كيقوموا كيجلسوا تما واحد المده ديال 8 حتى 10 ايام في ديك المنطقه، كيقوموا بعمليه جراحيه ديال طب العيون، كيقوموا كذلك بالفحوصات، كيقوموا بما يسمى بالصحه المدرسيه، زيارة ديال بعض المدارس، فحوصات بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم ضعف ديال البصر، وكتعرف إذا واحد الوليد ما كيشوفش ممكن يشكل واحد الإعاقة بالنسبة للتتبع ديال الدراسة ديالو. وشكون اللي كيقوم بهذه العملية؟ هما ناس مختصين مركز الشفاء الجامعي، بمعنى أنه إذا لقى شي حالة خاصها تتبع هما اللي كيتكلفوا بها، طبعا تبعا للاتفاقية البروتوكول الاتفاقية الشراكة اللي درنا معاهم. كذلك حنا بصدد تنفيذ اتفاقيه اخرى، وهو تشخيص الاعاقه السمعيه. حنا كنعرفوا بانه كاين وليدات اللي ما كيسمعوش واللي كيشكلوا حتى هما هاد الاعاقه، اللي جهه غتشري الاليات ديال العمل، هو المركز الشفائي الجامعي مصلحه ديال طب الانف والحنجره هما اللي غادي يتكلفوا بالعمليه، حيث غادي يكون تشخيص ديال الاعاقه من الولاده حتى لواحد السن متقدم. وهذه مساله اللي ما كايناش هي، يعني كنلقى وليد مثلا ما كيسمعش وكيتلاح، في حين الا شخصنا المريض ديالو
كاينه وسائل ديال حل الاشكاليه خصوصا عندنا في المركز الشفائي الجامعي، كاينه ما يسمى بزرع قوقعه، الاشكاليه ديال السمع كتحل بشكل نهائي. وربما الذي كان سميته ربما خلال مؤخرا شرفتهم كذلك على العمل في اسفي رفقه الدكتور العربي. فعلا قمنا بهذه العمليه اول عمليه نرجع قوقعي خارج المركز الشفائي الجامعي واللي لقات واحد النجاح الحمد لله، حلات اشكاليه. اذا هذا وجود اتفاقيه شراكه ضروري، اتفاقيه مجموعه اتفاقيه، لان عندنا بزاف ديال الحوايج. الجانب الصحي ماشي المعدات بوحدها، هي باش نعطيكم من اجل التنوير والعمل اللي قمنا به. اذا قلنا كذلك عندنا مساله اخرى فيما يخص، قلنا مواكبه مع هذه المشاريع، مع هذه المشاريع اللي ذكرت لكم، المجال المستمر القطري راه جرات وجهه ماشي ستور وجهه واسفي خدات واحد الحصه ها المستشفى اللي القطري، وكاينه مركز تصفيه الدم اللي غادي يدار في كزوله. غادي نجيك شنو درنا الاسفي قبل ما نجي الاسفي، نرجع لك المساله ديال الاعتماد الميزانيه اللي خصنا بالاضافه لها الطبيعه ديال انا جاي لك اليوم لان بزاف ديال الناس كيتساءلوا فوالا. انا غادي نجي لك لهذا الجانب ونعطيك حتى التفاصيل شنو خدات اسفي. دونك بالنسبه للطب العيون، بالنسبه لتصفيه الدم ما كملناهاش، كنت نقول لك اياها تصفيه الدم كانت كتخصص الجهه واحد المبلغ ديال 650 مليون 650 الف درهم لكل كل 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 جمعيه، كل جمعيه كانت كتعطيها 650 الف درهم، يعني 650 هي 65 مليون. حنا الجهه تقريبا في اسفي كاينه جمعيه وحده، كاينه جمعيه وحده اللي كتصرف، هي الجمعيه اللي كانت اصلا الاولى اللي قديمه. الوغ داك ابو سيما فوالا. دونك هذه الجمعيات جمعناهم في اطار فيدرالي، شيء جميل، مخاطب واحد اكثر من ذلك تحت اشراف تنسيق مع الجهه، ولو ان نحن ماشي اعضاء فيدراليه غير يعني حاولنا ندير المواكبه. توقعت اتفاقيه شراكه ما بين فيدراليه وما بين وزاره الصحه، وهذا اول مره. ثاني جهه من الجهه ديال طنجه حسيمه طنجه النظر حسيمه طنجه تطوان، واللي الوزاره ملزمه بالتمويل والمشاركه في جميع ما يتعلق بالمراكز بواحد النسبه ديال 50%، دونك هذا شيء جميل وشاغلين عليه مزيان. بالنسبه لهذا قلنا راه بالاضافه لهادشي كلشي اللي قلنا، ضروري خصنا نخصو واحد الميزانيه سنويه للقيام بواحد المجموعه ديال الاعمال كتعلق بالترميم والاصلاح وكذلك التجهيزات. الميزانيه ديال 2016 خرجت خصنا 6 مليون درهم من الاليات و 8 مليون ديال الترميم والاصلاح، و 2018 خصنا عاوتاني كذلك نفس المبلغ. هادشي راه بالنسبه بالاضافه لداكشي الاخر. عاد غنجي لك الاسفي اللي استفدت خارج هاد الميزانيه. إذن هاد 6 مليون درهم طبعا هي ميزانية بون اللي خصصت كثير، ولكن ميمكنش ميمكنش نديو جميع الحاجيات. اش قلنا؟ ولأول مرة بالإضافة للمراكز، الموقع ديك الوفاة ديال داك الأستاذ هنا في الكلية ديال الاختصاصات، تارت المسألة في المجلس الإداري ديال 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 المجلس الإداري ديال سميتو ديال جامعة القادرية، وكان ديك الساعه السيد الرئيس حاضر، وكان عندنا قال لنا خصنا واحد رئيس الجامعه قال لنا ودي خصكم تعاونونا راه وقع لنا مشكله. اش قلنا؟ بطلب من السيد الرئيس ديال الجامعه ديال رئيس الجهه، تم لقاء مع الناس ديال مراكش ديال مراكش اسفي، كل العميد ديال الكليه ديال كليه العلوم الاقتصاديه والقانونيه اللي فيها حي الجامعي وعندهم واحد المركز، وكذلك درت لقاء مع السيد عميد الكليه المتعدده الاختصاصات من اجل تجهيز وخلق واحد الوحده صحيه طبيه داخل هذه المؤسسات الجامعيه، وهذا شيء اول مره كيدار. اختارينا مراكش، اختارينا اسفي، نفس التجهيزات اللي جبنا لمراكش جبناها لاسفي. داكور، اللي قلنا 6 مليون 8 مليون، اتصلت بجميع، عندي ديجا التصور، عندنا التصور، ولكن اتصلنا بجميع المناديب ديال الصحه على الصعيد الاقليمي، قلنا لهم واش فيكم عطيونا شنو هما الخصائص اللي عندكم. حنا ما نتخيلوش منيح كيعطيك
جوج المليار ولا مليار ديال كل اقليم راه ما دخلناش في الميزان الصحه ما قدرناش ديرها. قلنا لهم الله يخليكم ما عطيوناش هي الحاجه اللي واقفين عليها مزيان وانا نوريكم الطريقه كيفاش ديرها. هنا عطيك مثال نعطيك جبد لك ثلاثه الاقاليم جبد لك اقليم ديال اقليم ديال الحرنه وجبد لك اقليم ديال شيشاو واقليم اسفيس ما نجبدلكش الاخرين لانهم نفس السيناريو درنا معاهم. جينا عند الناس ديال شيشاوا قلنا لهم عطيونا شنو خصكم. قال لك اودي عندي جوج الاطباء ديال جراحه العيون ولكن ما كيديروش العمليات. قلت لهم علاش؟ قال لك خصنا امكانيات. قلنا لهم راه خصنا لكم امكانيات باش الغدا تبداو خدامين. فعلا جبنا لهم الميكروسكوب وجبنا لهم المعدات باش يخدموا. جينا رحمنا قلت لهم شنو قلنا ودي عندي طبيب القلب وما عندي جوج اطباء القلب وما عندهمش باش يديروا فحص بالصدى. وفحص بالصدى اليوم اصبح من بين الفحوصات اللي هي عاديه وبان المرضى كيخرجوا يديروها ب 700 درهم على برا ولا كيمشيو لمراكش. جينا اتصلنا بالسفي قال لك عندي اطباء ديال جراحه المسالك الدوليه وما عندهمش باش يديروا ديك العمليه ديال لا ريجيكسيون. دونك هادو معدات كبيره كطلب مكانيات كبيره قسمنا ديك 7 مليون نسبيا بالتساوي. انا جاي لك عاوتاني نقول لك اسفي شنو خدات بالاضافه لهادشي. هذيك 8 مليون اللي درنا الاولى اللي قلنا ديال دونك خدينا جبناها وكثر من ذلك اسفي راه ما جاتهاش غير هذيك لا ريزيكسيون راه جات تجهيز ديال الكليه ديال الطب ديال الكليه ديال متعدد الاختصاصات اللي فيها واحد المجموعه ولينا شتي دابا تمشي لها عباره عن وحده ديال المستعجلات فيها واحد الاله ديال القلب كيتوقف كديرها كتوقف كيشتغل فيها واحد التخطيط على ديال التخطيط فيها اله باش كدير واحد الماده واحد الماده فيها باش كتحل القصبه الهوائيه فيها الاكسجين واحد الاله كتعطي الاكسجين فيها جميع وسائل ديال التدخل السريع داخلي. وهذه راه امكانيات كبيره دونك ها اسفي لان تمنى الاف ديال الطالب زايد على 1400 اللي غادي الطلبه ديال الكليه راه هما الطلبه ديال اللي غادي يكونوا في الحي الجامعي دونك ما غاديش يكونوا. اذا راه مدينه دونك حنا جهزناها اضافه الى الاله اللي جبنا ديال الجراحه ديال المسالك البوليه وجبنا يعطيوهم واحد الالات ديال تسريع الولاده المستشفى القسم الاله ديال تسريع الولاده والاله ديال المراقبه ديال النبض ديال الجنين داخل الكرش ديال الام ديالو حيت كدير ديك الاله الطبيب اللي مختص كيشوف واش ديك الجنين بصحه جيده ولا ممكن يخرجوا عن طريق عمليه قيصريه. وهذو الالات اللي هما جد حديثه اللي جات المستشفى محمد الخامس. اذا تسريع الولاده مراقبه ديال النبض هذا بالاضافه ديال داك الجهاز ديال الجراحه ديال المسالك البوليه بالاضافه للمعدات اللي مشات للكليه. اي باش نقول لكم مراكش عطيناها جهزنا لها يلاه يلاه الفلوس عطيناها جهزنا لها يلاه يلاه ديك الوحده اللي في الحي الجامعي فقط. اذا وحده في الحي الجامعي تما بوحدها نفس الاليه اللي عطيناها تما عطيناها للكليه غفلنا الاسفي غفلناها هذيك لاباري ديال اللي قلنا وهذوك المعدات الاخرين. دونك حاولنا نحطو يدينا على هذا كان ما يمكنش عندك طبيب مختص وما عندوش باش يخدم ونجيب له نعمر لك نجيب لك حوايج اخرين اللي ما تخدمش بهم. اذا حاولنا يعني بواحد الطريقه يعني حكيمه وبتنسيق وبتشاور مع المنادب حتى حاجه ما درنا حنا بوحدنا هادو مكاتي هضره باش مزيان. بالنسبه للترميم واحد المجموعه ديال المراكز الصحيه ومستوصفات في الاقليم الجهه اسفي صلحنا ورممنا داك وسعنا وصلحنا ديال الكوكب اللي اليوم راه تقريبا موجود. اكثر من ذلك اسفي حيت كاين كيفاش كنصرفوا الميزانيه كاين ميزانيه اللي كتكون خاصه وكاين شراكه جبنا شراكه درنا شراكه جهه اسفي جهه مراكش اسفي مع المستشفى مع المستشفى واحد الخامس مع المندوبيه غادي نبنيو واحد مصحه النهار وما ادراك ما هي اسم مصحه ولكن هي مستشفى النهار يعني سيتا لوبيتال دي جور انا مستشفى النهار غادي يوليو تما قاعه ديال الفحوصات وقاعه ديال بعض الجراحات اللي ما كتطلبش الاستشفاء بمعنى ان كيولي المستشفى واحد الخامس خاص بهذا. دونك هذه فيها تقريبا 8 مليون ديال الدرهم اللي غتساهم فيها الجهه. اضيف الى ذلك توسيع وترميم الصحه ديال الامراض النفسيه للجهات هي مشاركه فيها. اذا
حطيتي وشفى القطري مركز تصفية الدم مصحة النهار. بالنسبة لمركز ديال تصفية الدم شحال تقريبا من السرير؟ لا ماشي تصفية الدم النهائي اللي في لا هذاك الزول هذاك دابا باقي غادي خدام هذاك واحد القطري اللي دايرينو هذاك غير جهه جابتهم واضحين ولكن ما عندكش انت دابا انا ممكن ندير واحد الحلقه نعطيكم التفاصيل ديالو تقريبا شحال تقريبا الساعه ديالو غادي نعطيكم التفاصيل ديالو حتى ديال هذا الشفاء ديال هذا نعطيكم ديال هذاك خصني نجيب لكم لي ديتا باش نعطيكم الارقام اذا هذاك المستثمر راه جابته بجهه اللي جابته راه كان يمشي بلايص اخرين دونك هنا تدخل بشكل يعني كبير ديال الجهه باش تجيب هاد اذا الى حطيتي مشفى النهار صحاب النهار وحطيتي طب ديال الامراض الاسيا وحطيتي صراحه ديال حطيتي سميتو المشفى داك سميتو مركز صحي ديال الكوكب يعني ولي كبير وحطيتي انه حنا مستقبلا كنفكروا خلق واحد المستعجلات القرب هذا كنفكروا فيه الا مشات معنا الوزاره حنا مستعدين نجهزوهم مثلا نديروا واحد المستعجلات القرب بحال اللي في جامعه الصحيم لان يعني الجهه هي اللي كانت الاخطاب الصحيه مثلا ديك الروافد اللي كتشكل واحد الضغط على المستشفى ديال وانا مثلا القسم المستعجل كاين سياسه اللي نهجها وزاره الصحه اللي هي ديال خلق وحدات مستعجلات القرب يعني واحد لينيتي دي زيرجونس كتكون واحد البنايه كيكون فيها اطباء ممرضين وكتجي فيها تجهيزات مثلا واحد الحاله اللي طلب واحد تدخل مستعجل بسيط ماشي كبير اي واضح حتى المستشفى كيمشي تما هذا التفكير راه يبي نقاش مع السيد المندوب نشوفوا الامكانيه ديالو لان طبعا ماشي البنايه وتجهيز ولكن خاص العنصر البشري نحاولوا نخلقوا واحد مثلا الفكره اللي كاينه تخلق واحد في الزاويه واحد في الذهب ولا الذهب كاين فيها المستشفى تخلق واحد في البياضه باش يكون نقصوا ذاك الضغط على المستشفى هذا في التصور ولكن هذا مساله ما يجيناش حنا كجهه كيخص وزاره الصحه الى غير ذلك اذا هادو يعني بشكل يعني مختصر شنو هما الامور اللي حنا اقترحنا واللي مشي اللي نجمنا وعندنا مشاريع اخرى اللي كنفكر فيها عندنا يعني في دابا كاش دابا الميزانيه ديال الشهر ناقص الزقه دابا جاي الميزانيه دابا مشاريع طموحه ومشاريع اللي هي تعطي قيمه مضافه للعرض الصحي بسميتو وشيء ما بين غتساهم الى حد ما في تجويع العرض الصحي في مصر ولكن اشكاليه كاين اشكاليه ديال التمويل واش مثلا الجهه مثلا قادره بوحدها باش تمول سميتو ام عقدات مجموعه من الشراكات باش على الاقل تخفف داك الضغط المالي وسميتو انا كنهضر معاك بالواقع رجعوا للتجربة ثلاث سنين هاد المشاريع كلها اللي ذكرت عليها ترى من التجهيز راه الميزانية الخاصة ديال الجهة لا وزارة الصحة ولا بتا حاجة ما عطات حتى شي ليرة باش نتفاهمو كاين اخرين مشتركين الشراكات ولكن حنا كنشوفوش هاد التدخلات اللي هي يعني آنية ومحدودة كنشوفو مشاريع مهيكلة عندنا جوج المشاريع مهيكلة أساسية اللي هو الطب عن بعد وهو لسامي حنا كنقولوا الى فهاد الفتره اللي باقا لينا يعني وحنا غادي نمشيو فيها لان حطينا في المخطط الجهوي للتنميه والمخطط الجهوي للتنميه صدق عليه لان حنا ملزمين بالتطبيق ديالو الى حنا حطينا انا كنقول في هاد المده المتبقيه حطينا لسامي وحطينا تيلي ميديسين غنكونوا حلينا اشكاليه كبيره في قطاع الصحه ان ما كنتصورش ان واحد حادثه السير يعني مصاب كبير يعني فيه يعني مصاب يعني خطير ونصيفط له اليوم ديك السياره اللي متواجده ما نشوفش انه غادي يعيش نشوف شنو هو اللي عقل غادي يبقى بيه الا عندي تدخل استطعت اليوم انني نصيفط سياره وتمشي السياره بالطبيب ديالها وكاين على سير بلاص ويبقى لي داك الانسان في البلاد والله العمر حي وبدون اعاقه راني ربحت والا اعتقنا مواطن واحد في السيمانه ولا في الشهر راح نكونوا قدمنا خدمه وباش نعتقوه خصنا وسائل خصنا مشاريع مهيكله ماشي حويجه اللي ممكن غدا وغدا وهذا الصميم الا ما درناش حطينا حنا بالتنسيق مع الوزاره بوحدها ما تقدرش ديرو حنا بوحدنا ما غنديروش ولكن ما كنحطوه حنا والوزاره كنحلوا الاشكاليه ولا حلينا مشكل المستعجلات راح لنا اشكاليه كبيره ممكن نقول لنا واحد اللي في واحد الحاله خطيره الا ما اعتقناش في ديك الوقيته يمكن يموت واحد عنده مراره ولا عنده واحد الحاجه اللي يمكن يفتح ليها يمكن يتسنى يمكن يدبر على راسو يعني حاله مستعجله
الا حنا استطعنا اننا اليوم في الجهه اليمنى نعتقوا ناس في حاله خطيره، غنكونوا قدمنا واحد الخدمه كبيره وجودنا فعلا العرض الصحي للجهه اليمنى. سي دكتور بوتصاق، ممكن نهضروا على المساله ديال التموين؟ بزاف ديال الناس، انا دابا كنقول لك الشارع شنو كاين، انا اسفي راه كتنتج الثروه ومن بعد كتصدر المر، كتصدر المر مراكش هذا. واحيانا كنلقاو منتخبين، سواء كانوا منتخبين محليين او منتخبين الجهه او سواء برلمانيين، عندنا مؤسسات اللي هي مثلا حجم وصفي مثلا. واش مثلا الدكتور مرتزق كمنتخب وعنده تجربه سياسيه وتجربه بانه في قطاع الصحه تبارك الله اللي هي لمده عقود، واش ما فكرتوش مثلا تجيبوا التمويل ديال هذه المشاريع اللي هي مشاريع اللي هي طموحه، مثلا بتدخل المؤسسات اللي هي مواطنه وكتدعي بانها انا غادي نجيك هنا كجهه يعني في المشروع. مثلا نطرق هذا الباب ديال ولا انا جيت لك انا نجاوب لك على واحد البارتي من هذا السؤال ديالك. حنا بالنسبه للمشروع المهيكي ديال سامي راه غادي نجرو معنا مؤسسات مواطنه، الا كان فعلا مواطنه ما مواطنه كلشي كيقول مواطنه مواطنه، ولكن ما كاين الازمه اللي كتوقف عليه كنبقى مؤسسات مواطنه وهي كتساهم في التحريك ديال الدول الاقتصاد الوطني. غادي نجي هنا بصدد كنشوفوا الشركاء، كنظنوا ان الشركاء كنظنوا علينا الشريك راه هو اساسي بالنسبه لنا، غادي يشارك معنا في الصالون وشارك معنا حتى في المشاريع اللي داخلين. لما كان غادي نجرو منين غادي حتى غادي نشوفوا حتى كل لا سيمونتري، نشوفوا الناس ديال المحطه الحراريه واحد المجموعه من المدخلين اللي غادي يجروهم. ولكن حنا باش نحطوا مشروع غادي نكتفيو بنا حنا بالمبادره والمجال في المنتخب. دونك بالنسبه للتمويل لا التصور وما عندنا حتى شي اشكال اننا نطرقوا جميع الابواب، لان موضوع الصحه موضوع كيهم الجميع لا يقتصر على وزاره الصحه. كنحيي المجهودات اللي تقوم بها جميع الاطباء، كنحيي المجهودات اللي تقوم بها يعني الموردين والمدربات والاطر، ولكن كما يقال اليد قصيره والعين بصيره. هذا هو اللي.